أجواء عرس ديمقراطي وانتخابي في العاصمة الموريتانية. موريتانيا طوت صفحة الانقلابات والإرهاب وتريد أن تكرس صورتها كبلد مستقر يتم فيه التداول السلمي على السلطة في محيط إقليمي مضطرب. العيد ولد محمد مرشح قوى المعارضة الجديدة وتدعمه بعض التيارات الشابة الناشطة على وسائل التواصل. وفي الساحة السياسية ومن مكونات البلاد العرقية المختلفة نحس على الانتماء الموريتاني بطموحها اليوم أن تعود دولة متطورة ونغير من الدول المجاورة اللي قدت تتقدم رقم عنها أقل منا ثروات وأكثر منا الشعب وأكثر منا مشاكل. سبعة مترشحين لتولي رئاسة موريتانيا، من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسمح له الدستور بولاية ثانية وأخيرة. وقد ظهر في مهرجانه الشعبي الافتتاحي المعارض التاريخي أحمد ولد الدا وزعماء آخرين من المعارضة الراديكالية التقليدية، وردا على الانتقادات الموجهة لحكومته وإدارته بالفساد قدم ولد الغزواني للموريتانيين هذا التعهد إذا جددوا فيه الثقة رئيسا للبلاد. لن يكون هناك مكان بيننا لمن يصر على مد يده للمال العام. ليلة صاخبة عاشتها العاصمة الموريتانية مع بدء الحملة الدعائية الممهدة لانتخابات الرئاسة. أنصار المرشحين اتجهوا إلى مقراتهم لحضور المهرجانات الافتتاحية. لجنة الانتخابات المستقلة شددت على أن الاستعدادات لتنظيم الاقتراع المقرر في 29 من يونيو في جو تنافسي حر ونزيه قد اكتملت، وأنها ستسمح للمنظمات الوطنية والدولية إرسال مراقبين، وسيتيح النظام المعلوماتي للجنة النشر الفورية لنتائج مكاتب التصويت على حد قولها. خليل الدجدود، العربية، نواكشوط.